ودي يحسن عونه كله ويحسن عونه اللي يشري يحسن عونه واللي يبيع يحسن عونه لا خطر ودي هو راه صار في ثاني هذا الحول بالمثل يشريه بسوم ويطيح فيه السوم وكان وين يزيد شويه بصح لا قال. هي الكلمات الأكثر ترددا هذه الأيام بأسواق الماشية بولاية عامة، فالموالون يؤكدون على وفرة الأضاحي بمختلف الأحجام، ويعتبرون الأسعار منطقية وفي متناول الجميع في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف التي أثقلت كاهلهم ولعبت دورا في تذبذب وعدم استقرار أسعار الماشية عموما والأضاحي خصوصا. السوق راه مليح ما غالي الأول حوالي من 23 حتى 39 وفي متناول الجميع، اللي بغى يعيد على 23 اللي بغى يعيد على 3 ملايين واللي بغى يعيد على 4 والناس كلها ودي طاكسي. كبش الغليظ راه حتى 7 ملايين، كبش مليح اللي بغى يعيد وواحد كل واحد وخاصة نفسه قدام ما بغيت، بغيت 4 بغيت 5 بغيت 3 بغيت 2 ايوه هذا ما كان الكمال على مولانا. المواطنون من جهتهم وخاصة منهم متوسط الدخل قلقون اتجاه الارتفاع المتزايد للأسعار من يوم لآخر بالنظر إلى تزامن عيد الأضحى مع الدخول الاجتماعي والمدرسي. كبش مليح راه يلحق حتى 5 ملايين ويفوت الحق 5 ملايين 6 ملايين راه زايد فيها زايده واحد الحجز 200 الف حتى 300 الف مقارنه بالسوق اللي فات. السوق هذا راه زايد بصح اخويا السوام حاميه شويه بارابور السوق اللي فات والسوق هذا زاد تقريبا واحد 20% ولا زاد بزاف وراه مصروف مع الدخول المدرسي ومع الامور هذه كاع راه جايه مع بعض. جولتنا بالأسواق هذا الأسبوع توحي إذن بتزايد مؤقت لأسعار الأضاحي والتي لن تتأخر عن الاعتدال حسب العارفين بهذا المجال ورضوخها إلى منطق العرض والطلب الذي يبدو متوازناً.